من ضمن حصاد عام 2019 أيضا كان هناك ظاهرة يعني لاحظناها جميعا، هو ارتفاع معدل استهداف الدولة وطمعها في أراضي الأديرة. كنا اتكلمنا عن هذا الموضوع في السابق، وكنا اكتشفنا في عام 2019 أنه كان هناك قرار رئاسي بالاستيلاء على بعض من أراضي قرية دير أو أرض دير الأنبا يحنس كما الأثري بوادي النطرون. نشاهد معا هذا الفيديو. هو عمل طريق جوه دير أنبا يحنس كام ودخل على الدير الأثري، وعمل طريق على طول قسم الطريق نصين. دي مزرعة باسم ودي مزرعة الكرم، وادي الطريق اهو داخل من عند باسم داخل لغاية آخر الأديرة الأثرية. كان هناك العديد من الأديرة اللي تم استهدافها سرا، وللأسف تم التعتيم الإعلامي على ما حدث وتواطأ جميع الأطراف لكي تظل هذه الأحداث يعني سرية، والرأي العام القبطي لا يدرك عنها أي شيء. معنا على التليفون في هذا الشأن الدكتور مينا ثابت، منسق عام مجلس الأراخنة والحكماء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ هاني، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. على مدى عام 2019 اكتشفنا مثلا انه كان في قرار جمهوري صدر في 4 ديسمبر عام 2018، قرار رئيس الجمهوريه رقم 548 لعام 2018، ده اكتشفناه في فبراير 2019، و الجميع كان ساكت قبل ما نعلن هذا الخبر، والجميع فضل ساكت حتى بعد إعلانه إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة بمساحة 1348 فدان، والأرض دي راحت لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني. شفنا أيضا في أغسطس الماضي ما حدث لدير الأنبا صموئيل المعترف بألمينيا وحصاره المستمر، وشفنا مدى الخراب اللي حصل جواه، ومؤخرا شفنا ما حدث لدير وادي الريان. إيه رأي حضرتك في هذه الظاهرة؟ يعني خليني اقول لحضرتك، هو ناخدهم فرادى. اتفضل. يعني خلينا، مش هنقدر ناخدهم كولكتيفلي، مش هنقدر نجمعهم كلهم مره واحده عشان برضو نقدر نقول كلمه ظاهره هل هتنطبق ولا مش هتنطبق. اتفضل. احنا عندنا دير ابو فانا، المشكله القديمه اللي حضرتك يعني مشكورا جزيل الشكر، يعني منذ بدات وحضرتك كنت يعني صوت صارخ ان في مشكله حقيقيه فيما يخص شق دير القديس الانبا ماتريوس الاسكندري المعروف بدير وادي الريان. ايوه. القصه كانت قصه كبيره جدا، وتم محاوله بكل السبل ان احنا نقول للدوله يا دوله عندك طريق اخر بديل يوفر ملايين الجنيهات، وما فيش داعي ان احنا نشق الدير في هذا الطريق. وللاسف الشديد يعني بقت محاولاتنا جميعا بالفشل، وكان جزء يعني بكل حسره طبعا جزء من هذا الفشل هو فشل كنسي، لأن الكنيسة ما قدرتش إن هي تتبنى الدفاع عن دير الريان، وكان في فترة من الفترات حتى بيتنفروا منه بالكامل في صورة طبعا يعني إيه، يعني خلينا نقول الكلمة اللي قالها السيد المسيح، إن يعني إذا كان البيت نفسه منقسم على نفسه منقسم، تمام، فكيف تثبت يعني كيف يثبت؟ هنا الانقسام كان من داخل الكنيسة، وبالتالي صحيح لومنا على الدولة إهدار مال المصريين، لأن أنا هنا ما بتكلمش بقى كقصة دير أو غير دير، إحنا بنقول إن في طريق بيوفر ملايين في دولة رئيسها أعلن بكل وضوح إن إحنا دولة فقراء وغلابة ومساكين،
فبالتالي لما عندي طريق آخر كان فيه دليل إنه يوفر قرش، كان من حق الدولة ومن حق مجلس الشعب وغيره إن هو يقول دوروا ونشوفوا وابحثوا، ومن حقنا إن احنا نشوف رب. بس طبعا أنت حضرتك عارف كويس الوضع شكله إيه، احنا بكل حسرة بقينا يعني بننادي بلا أي أذن تسمع ولا أي حد يهتم بالإجابة. ده فيما يخص مشكلة وادي الريان، وبالتالي إعادة التخصيص اللي حضرتك ذكرت القرار الجمهوري عليها هو كان بناء على أمر واقع تم. معايا يا أستاذ هاني؟ أيوه. بناء على أمر واقع تم إن الكنيسة ارتأت إن إحنا خلاص هيشقوا الدير بهذا الصورة بهذا المنظر، فبالتالي أصبحوا خلاص بعد ما شقوا الدير بقى بيخصصوا يعني كيفما شاء. احنا ما بقيناش دلوقتي بنحكي على دير كان مكتمل، لا ده تم هدم السور وتم شق الدير وتم بناء سور اخر على حدود جديده. فبالتالي يعني عارف حضرتك اللي هو ايه، يعني هذا القرار كان تحصيل حاصل على ما يعني اجزم، يعني لان المشكله القديمه لم تجد الاستجابه الحقيقيه من اللي كان المفترض ان يتم التعامل معها. ده فيما يخص مشكله دير وادي الريان، وهي طبعا مشكله يعني برضو برجع تاني واقول اللوم فيها علينا قبل ما نقول اللوم على الدولة. فيما يخص مشكلة دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، مشكلة الدير ان احنا حصل يعني حصلت مصيبة سودة ان يحصل عمليتين ارهابيتين مفجعتين، تمام، ويعني نقدر نقول الفرق بينهم كان كلام بسيط جدا، تمام، عمليتين ارهابيتين متزامنتين يعني ادوا الى ضياع ثقة كثيرين جدا في ان ممكن ان احنا نقضي على الارهاب. معايا؟ وبالتالي بعد الحادثة الثانية تم التضييق الشديد جدا 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 على الزوار بدل ما يتم تأمين الدير وتأمين الزوار. ومن هنا بدينا بنخش في مرحلة القصة ان احنا طب عايزين نخفف الحصار ده وعايزين نخفف القيود دي، الناس بتروح لغاية الدير ولا ذلك، بكل اسف اوقات بترجع، تمام. نقدر نقول مع تغيير مدير الامن، مدير امن المنيا، ومع تغيير محافظ المنيا، تمام، احنا بنتعشم خير ان 2020 اللي احنا فيها دي تكون تحمل الخير للمسيحيين محبين الدير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف. وما ظنش ان شاء الله الامور يعني هتظل على السوء اللي كانت عليه قبل كده، لان احنا يعني كاهل المنيا نقدر نقول ان احنا مستبشرين خير، لا اخفي على حضرتك سرا يعني، بالمحافظ الجديد، ونتعشم خير في مدير الامن الجديد ان احنا يكون عندنا نهج امني يراعي ان الدير ده ومواطنين مصريين انقطعوا للعباده وليهم محبين للدير ومحبين للقديسين، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نوصل لتفاهم ما يحمي الزائرين من تكرار هذه الحوادث الارهابيه، وبالتالي من غير ما يكون في تضييق. فمشكله دير الانبا صموئيل المعترف مشكله على حده ليها وضع خاص، لان قادره الدوله المصريه على تامين الزوار في ساعات محدده ممكن يتم السماح بيها، وده مطلب الدير اللي انا شايفه مطلب عادل جدا. بس احنا كان عندنا يعني بقولها بكل صراحه محافظ لا يستجيب نهائي، حتى الاعضاء مجلس الشعب، وده بشهاده كثيرين من الاحباء من اعضاء مجلس الشعب في المنيا، كان محافظ يعني ايه ولا ندري يعني، ومش هنقول فيه غير يعني ايه ربنا اراد بينا ان شاء الله يريد بينا الخير مع المحافظ الجديد، ولا تستمر معاناتنا ومعاناه دير الانبا صموئيل المعترف. القصه الثالثه اللي هو الحادثه الاخيره اللي حضرتك حكيت عليها في حادثه دير ابو فانا، تمام؟ بعتذر، دير الريان مش كده ولا ايه؟ ايوه. الحادثه دي انا حاولت جاهدا التواصل مع الاباء اللي كانوا على تواصل معنا باستمرار في الازمه الاولانيه، تمام؟ وللاسف الشديد لا اخفي على حضرتك سرا لم افلح، لكن جات لي شهاده يعني اقدر اقول عليها شهاده يعني لا استطيع ان اجزم غير ان هي الى حد كبير معقوله، ان هي كان الامر على نطاق ضيق لم يتم التوسع فيه. ليه يا فندم بقول الكلمه دي؟ لان احنا في يعني في الالفيه الجديده دي ما بقاش في حاجه على الاطلاق اسمها سر، ما بقاش في حاجه يعني حاجه اسمها حد يقدر يعتم على حاجه. اللي بيحصل النهارده الصبح بالليل ممكن بتبص تلاقيه لف العالم كله، والدول اللي كانت بالليل وصحت بتصحى على الخبر ممكن في يعني عناوين الاخبار بتاعتها. فبالتالي حته ان حتى لو في محاوله من بعض الناس ان هم يعتموا على امر ما، فهم يدرون قبل الجميع ان هذا التعتيم لن يخفي، زي برضه ما اتقال في الانجيل المقدس ليس مكتوم الا
ويعرف. فإحنا شايفين إن يعني في موضوع فيما يخص مشكلة دير الريان، أنا يعني عايز أقول لحضرتك إن يعني لو كان حاجة كبيرة أنا كنت متأكد إن الآباء، لأنك يعني كنت ونزلت على تواصل مع يعني مع بعضهم وبنود بركتهم، ما كانوش هيتأخروا إن هم يمدونا بكامل التفاصيل، ومش لازم يمدوا مينا بس، يمدوا مليون واحد غير مينا. في نفس الوقت برضو المصدر الغير مباشر اللي وصلني عن حد من الآباء قال لك الحاجة كانت محدودة جدا وتم تداركها بسرعة، لأن برضو خليني أقول لحضرتك للأسف الشديد برضو إحنا بنعاني، يعني إحنا حتى داخل الدير، لكن يمكن يحكوا لك في دير لمبة صمويل مع مدير الأمن السابق والمحافظ السابق، إن كان ممكن عشان بس تخش مواد بناء حاجة جوه الدير، إحنا في دير وفي أعماق الصحراء، إيه مشكلتكم إن إحنا لو هنعدل حاجة لو هنعمل حاجة؟ أنا مش عارف، يعني ما عنديش فكرة، لكن كانوا بيتم التعنت الشديد. واضح إن دي برضو عقلية بكل أسف عقلية متربية على الزمن يعني زمن صعب جدا جدا، يعني إن هو يتم التضييق بصورة أو بأخرى على كل نشاط ممكن أن يكون يعني في سنة خير للمسيحيين أو في سنة خير للأديرة، هو بيظنوا إن هو ده يعني اللي بيعملوه ده بيظنوا فيه إن هو ده حاجة صح وحاجة صواب. ويعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني احنا برضو بنرجع تاني ونقول علاقة الكنيسة بالدولة في العصر الحالي ظاهريا يعني وللجميع كله ظاهرا ان هي علاقة طيبة جدا، البابا مع الرئيس السيسي يعني واضح جدا في كل المناسبات داخل وخارج البلاد ان العلاقة طيبة جدا جدا، لكن للأسف تحويل هذه العلاقة الطيبة على مستوى قيادة ونقلها بقى للناس على الأرض ونقلها للقيادات الصغيرة ونقلها للناس اللي في القرى والنجوع، الموضوع بياخد وقت واضح جدا، وواضح ان في اوقات كتيره ممكن ما تبقاش واصل بصوره طيبه، ويعني نتعشم خير زي ما قلت لحضرتك في 2020 تكون تحمل لمصر، تكون تحمل خير لمصر احنا بنتمناه، وتكون تحمل كمان ايضا للاقباط بكل شكل مع اخواتهم المسلمين يعني حريه وسلام وطمانينه، يعني ده اللي احنا بنتمناه في 2020. بنتمنى ذلك ايضا بحضرتك ايضا، يعني عارف زي ما حضرتك ذكرت بالظبط انه العلاقات الطيبه بين القيادات سواء على الجانب الكنسي من ناحيه والقياده السياسيه على الجانب الاخر، ده مفروض ان هو يترجم على ارض الواقع للمواطن القبطي البسيط ويحس بالتحسن يعني في حياته اليوميه، لكن للاسف هناك العديد من سواء متشددين ومتطرفين من بعض عناصر أو فئات الشعب، وهناك أيضا بيبقى في تعنت وتقاعس من الأمن، ده اللي بيزيد معاناة الأقباط. عايز أقول لحضرتك هي معاناة الأقباط زي إخواتهم المسلمين، بس بتزيد عليهم معاناة لأنهم أقباط، يعني إحنا بنعاني الهم العام اللي هو بيصب على كل مصري، تمام، فيما مثلا يخص مثلا الحاله الاقتصاديه وتدني ظروف المعيشه والدنيا يعني اللي ضغط على اولياء الامور واللي عندهم طلبه في مدارس او في جامعات او في غيره، ازاي يعني لما تدنت قيمه الجنيه ولا زال المرتب زي ما هو الاسر البسيطه محدود الدخل الطحن طحنه شديده جدا جدا، ده بيصيب المسلم والمسيحي على السواء، وده اللي احنا بنتمنى وبندعو من ربنا ان السنه الجديده تكون تشمل يعني يكون فيها خير يا رب. لكن ما يخص الاقباط كاقباط، وحضرتك بتحكي على العلاقه الطيبه ما بين يعني قداسه البابا والرئيس، فاحنا بنحكي عن العلاقه الطيبه دي حاجه تسعدنا بلا نقاش، احنا يعني بلا نقاش ما حدش يعني يتمنى غير ان يكون يعني الكنيسه في سلام، ورئيس يعني رئيس الكنيسه الظاهر يعني هو على علاقة طيبة بالدولة، لكن الكلمة المفيدة طب لما يعني قداستك أنت رئيس الظاهر للكنيسة، يعني لأن رئيسها هو واحد هو المسيح، لكن أنت رئيس الظاهر للأقباط في مصر، تمام، الأرثوذكس، فبالتالي لما بتجد معاناة من أبناء شعبك يعني ناس وقع عليهم ظلم، وعندي أمثلة وهو عارف أمثلة ووصلوا أمثلة مظلومين فحقوق ما كانوا يستحقوا إن هم يحصلوا عليها لكن لم يحصل، تمام، او تم وقع عليهم ظلم، تمام، ولا ندري الظالم كان يقصد بيهم ان هم اقباط او غير اقباط، لكن في النهايه وقع عليهم ظلم، ولما تيجي حضرتك كرئيس الشعب وتبص تلاقي انك تراخي، يعني مش حتى مش بتقول انك في جهه ما تقدر ترفع لها هذه المظالم،
خلينا اذكر حضرتك ان جزء كبير جدا من معاناه الاقباط سينتهي لما نجد الدوله الديمقراطيه الحديثه المدنيه اللي هم دايما بيحكوا عليها، بس للاسف الشديد ما تتحولش من الكلام للواقع. يعني ابسط الامور ان احنا نكون بنقول على نفسنا دوله دستوريه. طب الدستور كان بيقول تعمل مجلس، تمام، يعني تعمل هيئه، تعمل مجلس، اللفظ كده اللي هو يعني بيكافح التمييز، ده كان نص دستوري، تمام. حضرتك يعني تغافلت عنه كدوله، بتكلم على حضرتك، بتكلم على الدوله، يعني الدوله المصريه تغافلت عن هذا البند تماما، كما لو كان الدستور كله يعني حبر على ورق، شويه يعني كلام مكتوبين الناس يعني ايه تنحروا عليهم شويه، ضيعنا وقت شويه، وفي الاخر اللي احنا بننفذه اللي احنا عايزينه، وعايزين نمشيها ديمقراطيه هنمشيها، عايزين نمشيها غير ديمقراطيه هنمشيها غير ديمقراطيه، وده حاجه مؤسفه ومحزنه. فيعني عارف حضرتك كويس هذا الهم احنا مش هنستفيد بيه، لكن يعلموا المخلصين واللي بيتمنوا لحال بلدهم يعني الخير، واللي بيتمنوا في 2020 تكون الامور افضل، ويمكن في 2020 بنتمنى من قداسه البابا ان هو يراعي شويه زي ما حضرتك بتحكي مظالم الناس اللي بتوصل له، لانه في النهايه يعني هو يعلم تماما انه سيسال عن هذه المظالم اللي وصلت له، ويسال يعني من وجهه نظري يعني بما ان ليك علاقه طيبه بالمؤسسات، طب ليه ما ضغطتش ان المظلوم ياخد حقه؟ يعني ابسط الامور، وانت عارف انه ظلم ظلما بينا، وقد يكون هذا الظلم بسبب انه مسيحي، تمام. فايه المشكله ان تقول انا عندي ابن من اولادي ظلم؟ ايه المشكله انك تحاول تسعى تجيب له حقه؟ يعني انا بسعد وبفخر في مجلس الاراقنا والحكم على مر السنين ان احنا ياما تبنينا مشاكل اخوه، يعني اخوه اعزاء مسلمين، تمام، طبعا جنبا الى جنب مع مشاكل الاقباط اللي عرضناها، وحضرتك تفضلت بعرض كثير منه. ليه؟ لان احنا لما بندافع سواء عن قبطي، ما بيهمنيش ان انا مسيحي وهو مسيحي، تمام، ما بتفرقش خالص، انا بدافع عنه لانه مصري، كون ان انا مسيحي وهو مسيحي الامر لا يعيب ولا يعيبني، تمام. لما بدافع عن اخويا المسلم مش متعمد ان ادافع عنه، لانه في الاول انا وهو بيجمعنا المصريه، بيجمعنا ان احنا الاثنين مصريين، فمن باب اولى يعني برجل الدين اللي هو يعلم تماما ان كلمه ان ربنا ما بيحبش تغيير الحق، ويل لمن يقول على الباطل حق والحق باطل، تمام، وارد يعني مطلوب منه ان هو يكون صوت من الاصوات اللي بتنادي بالحق. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر قبل نهايه المكالمه؟ يعني بتمنى يعني لحضرتك ولاسره البرنامج و يعني وجميع المصريين نتمنى جميعا ونصلي من لاجل سلام بلادنا الحبيبه مصر، وان السنه الجديده تكون سلام في بيوتنا وسلام في بلادنا وسلام في حياتنا، لان بدون هذا السلام يعني كل التعب اللي ممكن الانسان بيتعبه يعني غير مضمون على الاطلاق، وبدون هذا السلام بنجد في كل عام يعني الملايين بيتمنون ان هم يغادروا البلد ويروحوا لبلاد اخرى. احنا اولى بكل انسان بلا نقاش، لكن لا نلوم اي حد، يعني للاسف الشديد ممكن بيترك بلاده، ما بتكلمش على مصر بس، بتكلم على معظم بلاد الشرق الاوسط وبلاد كتير من البلاد العالم الثالث. يعني بنتمنى ان ربنا قادر ان هو ينقذ بلادنا بالذات مصر، وينقذ العالم كله من يعني من الشرور الناتجه عن الظلم والناتجه عن التفرقه والناتجه عن قصر البصر والناتجه عن التعصب. كل هذه الامور اللي يعني على مدار سنوات طويله عانينا وبنعاني منها، بنطلب من الله انه ينظر لشعبه ويرحمنا برحمته الواسعه. نرجو ذلك، نرجو ذلك. متشكر جدا لحضرتك الدكتور مينا ثابت، منسق عام مجلس الاراخنه والحكماء من المنيا. زي ما سمعتوا حضراتكم انه يعني زي كل سنه بيبقى في زياره رئاسيه الى الكاتدرائيه في احتفال عيد الميلاد، بنرجو ان ما تبقاش العلاقه طيبه فقط على مستوى القيادات، عايزين هذه العلاقة الطيبة تبقى سياسة بتطبق في كل قرى ونجوع محافظات مصر، سواء وجه بحري أو وجه إبلي، وإن هذه المشاعر والعلاقات الطيبة تسود زي ما هي سائدة بين القيادات، تسود عناصر الشعب المصري كله، يحس بيها القبطي في يومه العادي، ما يحصلش زي ما شفنا في أول فقرة اختفاء قبطيات واستهداف قبطيات بالغات أو قاصرات من قبل جمعيات سلفية، ما يحسش القبطي في أي وقت لما هو يكون متجه بأتوبيس
رحلة من الرحلات إلى دير أو إلى كنيسة ويتم إلقاء أو قذف الأتوبيس بالطوب زي ما حصل في رحلات إلى قرية شهداء الإيمان في قرية العور. ما نشوفش مثلا أقباط بيتم منعهم من الصلاة ويتم يعني عدم الرد على طلب إنشاء أو تصريح لكنيسة لمدة سنة مستنيين هذا التصريح، ولا يعتقل أي حد من النشطاء الأقباط اللي بيرفع وبيساعد المظلومين من الأقباط علشان ياخدوا حقهم. عايزين العلاقة الطيبة دي والقبلات والأحضان اللي هتتم في قداس ليلة عيد الميلاد، عايزين نفس هذه المشاعر تسود بين كل المواطنين، خصوصا يشعر بها الأقباط في يومهم العادي في كل قرى ونجوع مصر. ويعني نرجو ان لما تيجي الزيارة في السنة القادمة ما يكونش فيه اعتداءات، وما نقعدش ان احنا نطلع امام حضراتكم ونعرض حصاد عام من اضطهاد للأقباط. اعتقد الكثير من الأقباط يشعروا بحجم وعظم المشكلة اللي بنمر بيها في هذه الأيام، خصوصا بعد ما تصاعدت وتيرة ومسلسل اختفاء القبطيات على مدى الشهر الماضي كله. وبنرجو ان زي ما نشوف مشاعر فياضة ومحبة في زيارة الرئاسة الى الكاتدرائية يشعر بها القبطي البسيط، المواطن القبطي البسيط في حياته اليومية. هناك العديد من قضايا الأقباط اللي ما زال الأقباط منتظرين الإنصاف فيها، قضية سيدة الكرم وإسكندر طوس، وهناك 5 أقباط ما زالوا محبوسين بعد انتهاء مدة المؤبد اللي واخدينها 25 سنة وزادت عليهم سنة الآن لدواعي أمنية، رفضوا الإفراج عنهم لدواعي أمنية. وهناك حالات كثيرة لأقباط لم يتم إنصافهم على مدى العام الماضي. بنرجو زي ما بنشوف هذه الروح والمحبة الفياضة في زيارة الرئاسة إلى الكاتدرائية إنه لا تتكرر الاعتداءات، وأن هذه المحبة يشعر بها القبطي زي ما بيشعر بها في داخل الكاتدرائية من زيارة الرئيس، نشعر بها في شوارع وقرى ونجوع كل محافظات مصر.